And we are back for game Chelsea. Ou غادي تكون اخر جيم غتكون اخر جيم malheureusement علاش باسكو انيرو ربحوا الجيم كونتر فيكتوريوس كيفاش داروا ليها فروزن دار واحد لا بريستاسيون واعره بزاف قتل الانمي تيم كاملين 16 مره سالب 60 كيل 0 ديت 0 اسيست واحد اون كيسيون اون كيسيون فروزن دابا حتى من حتى وي فروزن معنا هنايا سوغ سوغ بلاص في اطلس جيمنج جا جوستومون جا من مراكش جوستومون بور لو فيت زعما البريزونس ديالو في الاستوديو صيفط واحد لي زوند الكونيكسيون فيكتوريوس اللي خلاهم كاملين يخسروا اي دوكو غادي يديروا ان فورفيت مالوغوزمون من عند فيكتوريوس سي دوماج بور او لاحقاش هاد الفورفيت في كو دوكو ريليغاسيون C'est la relégation pour Victorious. Victorious, je pense qu'on est dans le tableau d'Yann, il faut rire fort pour les placements. Quatrième place. Quatrième place, première. Quatrième place, Oracle ou NRE. Et Oracle ou NRE ou première place, c'est la même place Stardust ou TBL Linit, la même d'Eba. Ou قبل, الناس اللي يلا جاوا الستريم دايرين واحد تشالنج انا او يان الى ربحت ستاردوست انا غادي نبدل ليه الفوتو بروفيل ديالو في تويتر ياك التصويره اللي بغيت ولا ربحت TBL غدير التصويره اللي بغيتي انت ديالي في فيسبوك فيسبوك ولا انستا ولا نو علاش كتستعمل بزاف انت جو سوي بلوس فيسبوك انستا فيسبوك انا كنستعمل يوتيوب غنبدل التصويره ديالي زاد الدراري عندك راه يوتيوب راه سيلي ميل دونك بداك الشيء كلشي برو راه ماشي مشكل عندي غنعطيك ماشي صوره تاع سبونج بوب ميم داير بحال هكا وين انت كتفكر في سبونج بوب وصافي صافي لاباس خاص الخسره نشوف الخسره تاع بي ال زين ما عرفتش كيفاش تقع تعاود تجي تريح تهضر قدام كاميرا سير صافي الكونتري تبان ياك اصلا صراحه تقدر تمشي فيها ديال بصح لا 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 بغيت نشوفو جوستمون الجيم الثالثه تاع هاد السيمانه غادي تكون جيم الرابعه جيم اخيره الاخر ديال اليوم ان ار او غير بحال الجيم كونتر فيكتوريوس باسكو فورفيت فيكتوريوس فورفيت شاو دونك كي تحسب ان فورفيت اف اف 15 يمكن صوم اف اف 15 Ouais, non, mais c'est pas le timer, c'est 15 minutes, les statistiques, etc. Mais on a justement une belle game, le Resident Evil OBA. Donc ça veut dire que d'ailleurs, il y a le moment, Tchoufo, le game of the week, Stardust, TBL. Alors, TBL, on a failli voir, on a regardé sur le game. Et au final, Stardust ou TBL, quand Stardust est le plus important, quand Tchoufo. روستر ديال تبيل عندنا امبرفكتو فيرتشوز جانجل شادو وركر ميد ليل بونيشر و اكزانو في البوت لين لاست 5 ماتشز ربعه ديال لي وين ولوز وحده الرانكين هما الفيرست 10 ديال لي وين ولوز وحده تيم كاديا 61 والوين سايد ريت عندهم البلو سايد 100% وين ريت 5 ديال لي وين الكي بلاير ديالهم هو فيرتشوز نعاودو نفكرو انا فيرتشوز جانجل المغربي اللي كان في تشالنجر الاول ديال سيزون بقى بزاف 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 في تشالنجر Et en face, on a un Stardust Gaming qui est un challenger qui est le premier fait de la ligue, Bright Steel, Offset, 10 vitesses, Admiral et Exor Admiral, pour l'instant, est en lice pour le MVP de la ligue. Et quand le MVP de la ligue, probablement, si il gagne à ce game. On a un Stardust Gaming qui est un loose, c'est le loose qui est le loose qui est le loose. Je sais que tu as un loose. Dead Victorious. Victorious اللي دابا فورفيتاو ومشاو ريليغاسيون الله كي الستادوس كانوا يقدروا يكونوا ديجا دابا هما الاولين وتيم كادي عندهم 81 الوين سايد ريت 3 ديال الوين وديك اللوز ضمن لوز ما جوستمون يا فيكتوريوس او جاي سايد سيتي كونتر فيكتوريوس اللي كتخلي ريد سايد سيتي اللي كتخلي الوين ريت ديالهم 75% والكي بلاير ديالهم هو اميرال لا دي سي الو واحد الحاجه سي كو اميرال جوستمون درنا معاه مشيت Ouais, très bientôt sur les réseaux sociaux d'El Orange Sport Champions et sur le site sur les réseaux sociaux donc n'oubliez pas mais Adama Admiral moi j'ai Galina un truc similaire que quoi un dos a de les ressources ou un dos le potentiel parce que qu'une team les quatre labs autour de lui donc bien sûr chauffe Hadara 5v5 mais il peut jamais se compter MVP ou quelque part ما كراش نشوف هاد لي انترفيو اللي درنا باسكو كان انترفيو ما يمكنش تكون MVP بوحدك بيان سور التيم ديالك راه ضروري في الاستراتيجي ديال كل تيم عندهم ويك سايد اللي كيبغيو يعطيوه ويك سايد الا كان ان بون ويك سايد فكيخلي سترونغ سايد يشاينيو اكثر عندك مثلا في لوكا ديال ادميرال عندك واحد السيبور اللي كيكون معاك ديما عندك حتى الميد لين والجانكل حتى هما كيعاونوك في لو ريسورس يعني بيان سور بيان سور بيان سور ما غاديش يكون ام في بي بحال هكا راسو بيان سور غتكون المساعده ديال التيم ديالو حقاش حنا في تيم جيم ابار فروزن اللي كيقدر يربح لي جيم راسو
كما شفنا اليوم ربح ربح اني غير راسو بلا ما يحتاج التيم ديالو غير جا هنايا الاطلس وريح هنا في ستريم صافي شافوه قالوا له هذا صافي شافوه مريح تما في قبيله صافي توب 1 توب 1 روشن توب 1 سبورت في المغرب هالف روشن هالف مروكن توب اللي كيبان توب لي سبورت زعما توب 1 توب 1 توب 1 وي سي فري توب 1 روشن مروكو ان طونك سبورت راه كاين بزاف ديال السبورت في المغرب وي دايوغ هاد لي دو سبورت عندنا دو سبورت انكرويابل في هاد لي دو جيم اكزانو و اكزار و اكزار و بجوجهم اللي كيون شدوا دابا نفكروا ان مشى لينا السبور ديالنا زاور هذو اللي كيعتزل ياك مي وي يوكسينا كي فان تري بون ترافاي اليوم ام سوري علاش درتي بصدا اللي كان المهم اللي كانت فيه شي حاجه راك مشينا فيها بجوج لا ما كاين والو بيان ايفيدامون اون في اتونسيون ريغل دو سيكوريتي ايسي في لو ستوديو بيان سور حنا راه كاملين دايرين تيست هنا دايرين انا درت تيست السيمانه ثلاث مرات كتر فوا ميم جو بونس كديرو كل نهار ما كدير تدخل سولو كيو كدير تيست ياك دونك الجيم الثانيه الثالثه اللي غادي تكون ستاردوس جيمينغ فيكتور تي بي ال اللي كانوا خسروا كونتر ستاردوس جيمينغ في لي ماتش الي ياك وي Stardust Gaming, ils ont des changements. Bon, il y aura une annonce qui est déjà d'Earth. Les joueurs ont déjà une autre équipe. Il y a Supremacy, donc IAC. Finalement, ils ont une très belle performance sur IAC. Tu as de TBL sur IAC. Le top laner, mais Kench Bryce Steel, qui est un autre top laner. Mais quand même, on a un Admiral. Le Kench en tant qu'ADC, qui a 10 vitesses ADC sur IAC. La Kench Admiral, le Kench du Maghreb. بون اميرال دخل المغرب على ود اورانج مشى دير الانترفيو معنا قبل ما يمشي ماشي على قبل ياسر بيان سي نو نو دخل على ود اورانج باش سي ايفيدون على ود اون انترفيو على ود اون انترفيو فريس مع فوالا اكزاكتومون بيان ايفيدون هذا هو الفرق ما بين بون ادي سي ان اكسيلون ادي سي نو دوكو شفنا جوست ان اميرال في البوت لين دونك في المغرب alors que top lane donc il avait pas joué mais qu'en France باش تمشيش لا فان بوت لين هو المغرب top lane هو فرنسا الميد هو هذاك اي حاجه كتضحك بها المغرب انا ما معاكش ما كتضحكش على المغرب ضحكتي على المغرب صافي لا بوت توب صافي شنو لوجيكمون جيوغرافيكمون لو نور هو في لا فاش سويسري كتضحك على المغرب لا من المغربي بيان سور بيان ايفيدامون مغربي شتي دابا تجبد لي انا سويسري باينه فيا دابا الا كان واحد فينا في الشات الا كان واحد فينا سويسري شكون براسك واحد المره قالوا لي في سويسرا واش انت باكستاني انت كتبان باكستان ولا شنو والله كنا كنهضروا على باكستان ديكو جوستمون ستاردوس جيمينغ اللي كيون في تري بون بيرفورمانس ولاو مع سوبريماسي اي سا في دير كو ماتنو عندهم ان انكادرمون انكادرمون وهنا باقي وقيله ما كاينش كوتش مي اون فاس تي بي ان عندهم بريست بور لو مومون كنشوفوا ان تروك كنشوفوا بتيتر ان ميور نيفو كما كنشوفوا الخدمه اسمح لي نولا نسمح لك انت سمح لي نقول واحد الحاجه سي كو كاين ان انكادرمون دونك لي جوور اي سون بوكو بلوس انتريسون Le roster Raycon a un nouveau souffle parce que chaque fois d'autres choses l'IAC, les beaux contre TBL l'IAC et TBL Maradish, il déroule le même mistake contre SDG, Raybane ou Rexa. Ça fait. Ça fait le calibre de l'IAC. وي ولكن بيان سور بيان ايفيدون بغيت نقول كما كنشوفوا الخدمه ديال لي جوغ في الريفش كنشوفوا هنا الخدمه ديال لي كوتش و لو طرافاي ديالهم اللي كيكونوا كيديروا مع لي جوغ قبل لا جيم و دوغون هاد لا درافت هادي اللي كنشوفوا لي 3 بان اللي كتسيكيرو مع تي بي ال هما ريكساي خاش و نوكشيورن و لي 3 بان عند ستار دوست اللي هما ليسين غوين و ازريل و جوج ديال لي بيك عاوتاني اللي كتبيكاو ثلاثه من تي بي ال عندنا رامبل اللي من اكثر لي جانكل اللي زعما من احسن لي جانكل في هذه الميطا هذه وعندنا لا بوت لين اون بوت لين شي كلاسيك شويه بروم. اللي هي ليونا جينكس عندنا فاروس بروم و اكالي هنا كتقدر تكون فليكس بيك كتقدر تلعب توب كتقدر تلعب ميد باقي ما عرفناش فين alors اكالي pour l'instant je pense qu'elle va être une top lane parce que justement moi je pense qu'elle va être une top lane parce que
Akali contre Rumble, c'est assez intéressant sur la top lane. Là, je pense. Ah, Rumble, je suis jamais. Je sais pas, on sait pas encore. Mais c'est marrant. Chaud. On a deux flex pick. بعد اللي مش اكيدين منه هو ان ليون او جينكس بوتين او بروب او فاروس بوتين الو فاروس بور لو مومون واحد الحاجه سي كون بان لو 13 عندنا كمان واحد لو بروم كي تري انتريسون كونت جوستمون هاد لا جينكس جينكس اللي كدير كتقات فان انفو جينكس اللي ما عندكش لي سكيب بزاف وما معاهاش 13 هنايا اللي يقدر يروح لها لونتيرن هذه يعني جينكس فريمون جارفان جارفان او لا 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 كلشي اللي خاص يكون عنده واحد البوزيسيون مونكلين بزاف في هذه الجيم هذه باسكو الا كان في زعما اوت بوزيشن شات ليا اوت بوزيشن رامبل جانجر و 18 تاس على زيد شفنا زيد كنشوفوا زيد في هذه الجيم هذه يعني كنشوفوا اكاري توب كنتي كنتي ملي كان زيد ميد 18 تاس 12 ليكيل ستاردوس جيمينغ سيكتي لا لا سيكتي 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 واخا نكون ما كنتش ما بغيتش لي جوستمون كنمانيو ارغوت وكنخليو جوستمون امبيرفيكت على غريكتون غريكتون امبيرفيكت اي ان فاس عندنا جوستمون عند العكالي وفي النهايه اللي خدينا 10 فيتاس في زيد كيسكو تو بونس انت جوستمون على لي لين انا صراحه عجبني البيك ديال زيد زعما بين قوسين من بين بين هادشي كامل وكنشوفوا هنايا لي بيك اللي كيكملوا من عند لا تيم اللي كنشوفوا اكالي توب ادميرال و اكزور غادي نشوفوا بوت لين عثمان في لا جانجل و زيد ميد ديس فيتاس عندنا رينيكتون توب شادو وركر ميد تي بي ال فيرتشوز رامبل غادي يلعب هنايا جانجل و لا بوت لين جينكس ليون كيش بان سورتو دو لي دو لين عندك لوسيان زيد ou Akali Renekton je pense top lane je pense c'est compliqué non, c'est compliqué le matchup madame m'a dit beaucoup d'informations mais qu'il réconfle early réconfle early Renekton عنده l'avantage c'est sûr et certain non, mais allez je parle après niveau certain. 4 niveau 5 6 باقي شويه Renekton عنده l'avantage على حساب كي غيسالي الايرلي صراحه الميد جيم غادي يبان الميد جيم كيفاش غادي تلعب مي في الميد لين عندنا زيد عندنا زيد النيفو 6 عاد غنبداو نشوفوا الامباكت والكيل البوتنشال ديال زيد كيطلع مي ما نساوش ان لوشن هنا عنده واحد ليكزوست عنده او اللي كيقدر يدوز شي بها شوريكان ديال زيد غادي يكون هو زيد عنده البوتنسيال انه يقتل لوشن لوشن حتى هو يعني جو بونس غادي يكون واحد سكيل ماتش اب من واحد الناحيه وفي البوت لين عندنا جوج ديال لي زادي سي ايموبيل واحد ايبر كاري وعلى حسب كيفاش غادي تلعب فاروس تقدر تلعبو فيتاس داتاك دايوغ ادميرال هو الى جوي لي دو Donc, vitesse d'être on hit ou lethality. Ou à chaque fois, Varus, quand on a deux, tu as dit le marat. Il y a qui veulent que Hassan Ayan ou Shilab ou attaque speed ou lethality. Alors, contre Renekton, en vrai, je pense que lethality c'est bien. Lethality c'est bien. Il y a des bzaf damage à la Jinx, Lucian ou Rambel. Il y a des damage bzaf à la team. Ou lethality c'est bien parce qu'il y a des coups de brome. Et du coup, brome, il faut faire que. Là, je trouve que je suis en brome, attaque speed. Non mais attends là, parce que Brom a dit proqué les trois premières auto-attaques, rien que ma Halo Blade. Ce qui va faire proc le passif d'Ilvarus. D'Ilvarus. Donc ça n'est avec les trois marques. ou ديال برون انتو ولكن كيو. لو فيت ديال انك تلعب اتاك سبيد غتعاون انك تبروكي غتلعب اتبروكي الباسيف ديال برون كثر زائد انك لك كنتي خايد رونانز غادي تقدر تبروكي سور 3 بيرسون في لي تيم فايت وفي داكشي المهم افواغ شنو غادي تلعب فاروس مي عندنا واحد الهيبر كاري هنا جينكس جينكس الا خدات تاخد لي ما تاخدش لي كيل تبقى غير تفارمي في ليج جيم كتولي مشكله خدات لي كيل مشكله المهم جينكس بور موا من احسن لي بيركاري اللي كاينين في الجيم وعندنا ليونا و بروم في سوبور جوج ديال لي زادي جوج ديال لي سوبور طونك اللي عندهم بزاف 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 ديال سي سي اللي غادي تلعب عليهم التيم ديالهم هنايا بيسكو جو بونس هنا هما الوحيدين اللي عندهم سي سي في لي دو تيم من غير لوشي ديال فاروس ولوشي ديال جارفان جارفان المهم في زون المهم كندوي على سي سي واحد الحاجه جو فولي تو دير سي كو ميتينون ستاردست عندهم الكونترول تاع البارون بيت بعد فاروس و بجارفان عندهم واحد فاروس اللي يقدر يدير لوتي من مورا الحيط ديال البارون ودير عندك واحد جارفان كيف زعما هاد اللعيبه تقدر دير لا ديفيرونس حقاش هنايا اللي كنا غنهضروا على لا بريز دوبجيكتيف فغادي تكون يكون تيم اللي عندها رامبل جو بونس اللي غتكون مور دينجرس انها زعما في جو بونس جوست بلوتو لو ديزنجيج اونتر كيمي ديال ولا لين
حلل شوف كنشوفوا هنايا ستاردست اللي عندهم تيم فول انجيج عندهم فريمون تيم فول انجيج زعما دوز اساسان دوز اساسان عندك جارفان عندك فاروس دوز اساسان ما كيبروكيش الباسيف ديال تي اف تي دو نينجا ما تقولش انت تي اف تي بلاير ما عندي والو كونتر تي اف تي بلاير ولكن بلات 199 انا بوما تي اف تي بلاير كنخليهم تي اف تي كنعليهم كيريو ليك بوحدو ما يكونش مع سيري سيري شو داك شو فرقت عندك تقول لي جولد في تي اف تي لا بلات شي حاجه الحمد لله مزيان بعدا اللي ما جبتش فاش كاين اللي كتقاد اخرى اللي كيجي كيقول لك انا ماستر فاش تي اف تي هذه جوك في ارام ماستر في ارام بصراحه انا ماستر ديك شيران كون كان ديريك طالع اكثر ونهضروا دابا على الماتشاب ديال لاجانك نار مبل جارفان الو موش بلي بار واحد الماتشاب اللي كي تريز انتريسون نهضروا على الماتشاب نو نو علاش باسكو سا روجوا مع رامبل جارفان في الميد لين شنو لاخاش زيد شفنا مع 18 فيتاس زيد تاع 18 فيتاس كان لعب جوستمون في هذا الماتشاب ضد لوسيان ولكن كانت شوميكر كانت لو جونغلر كان عتق انورميمون 18 فيتاس باش يقدر يكاري الجيم وكان عنده 12-1 في الاخر الجيم يعني دونك اسكو ميتنو هذا لو جارفان فيرسوس رامبل غيقدر يدير لا ميم شوز بور ايدي هذا لو 18 فيتاس يقدر يكاري الجيم واحد زاد باسكو زاد هنا لو جول الجول ديالو سي وان شوت هاد رامبل سي رامبل مي جو بونس اي وان شوت قبل ما ياخذ زونيا بيان سور جو بونس رامبل هنايا غادي روشي زونيا باش يكون زعما يبقى حي كثر في لي تيم فايت ويدير الامباكت كثر في لي تيم فايت ابار رامبل اللي غادي يمشي زونيا لوشن اللي غتكون عنده اكزوست وغيكون ميد يعني عنده بزاف ديال الفارم وكدو كدو في ليفل جو بونس ان التارجت ديال زيد غتكون هاد الجيم هي جينكس بيك اصلا ما عندهاش موبيليتي ما عندهاش الاعتقاء ابار الى ليونا قررت انها ما تونغاجيش وتبقى ديليا بس كيلبا فيغ ليونا باسكو واحد في تيم فول انجيج ايش غادي دير اما غادي الخدمه ديال ليونا هنايا غتكون كثر انها تبيلي على جينكس من زاد وتبيلي على التيم ديالها على انها تونغاجي ميم سي ان حتى اللوك ديال تي بي ال حتى هو فيه دامج بزاف الى اونغاجات ليونا على شي واحد وتبع هاري نكتون انستون بلس سويتشي ديال رامبل بلس دامج ديال لوشن وجينكس فغادي يقدروا اكزيكوتيو اي انمي من لا تيم ستاردست هنا الجيم كتبدا كل واحد كيمشي لا لين لي اون فاس ليه كيماتشيو باش واحد ياخذ فيزون هنا فيرتشوز اللي كيتوغل شويه وكيحط لا ما كيحطش وارد هنا جابا اللي كيحط وارد كيحط ترينكات وكياخذ اوراكل عندنا هنايا فاروس بليطا تيبو يعني غادي يلعب اتاك غادي يلعب اتاك سبيد اتاك سبيد هذا اتاك سبيد زعما شنو سميتو سي بلو لوجيك حقاش معاه بروم كيما شوف مع بروم جو بونس اتاك سبيد حسن وادميرال داكشي اللي بان ليه حتى هو ومش غيمشي على اتاك سبيد جو بونس مع الرونانز والى بروم قاس بزاف ديال لي زينمي في تيم فايت باغي يقدر يستوني بليزيوغ بيغسون في دقه انت كون اختاريتي هيلو بليدز ولا ليتال تيمبو نيتمون ليتال تيمبو كتلعبها اتاك سبيد هيلو بليد كتلعبها ليتاليتي على حساب شنو باغي تلعب ديجا باش كون جوستمون جو دي بلوتو مع بروم الى مشى تقاس الكيو تاع بروم شي واحد عندك جوستمون هيلو بليز غادي تبروكي انستانت مي يكون لعب ليتاليتي شافك مي ليتاليتي جوستمون وان شوتي هو الواحد ما تضحكش باسكو ما كاينش لونتين تاع تريش ما كاينش شي حاجه غادي تعتقد لا جينكس ولكن مشى تقاس وان كيو جو بونس ان جينكس جو بونس راه كنهضروا على ليل بانيشر غيكون عارف هادشي وعنده هاد لي زانفورماسيون هادي واخا جو بونس باغي يكون فواحد البوزيسيون اللي غاش خليه انا تشيز تشيز هنا في البوت لان انا اكزور خصو يقيس الكيو على هاد لي بونيشر و فينال تشيز غير بوك بوك سي جوست بوك بوك طونستون رينيكتون بدا الخدمه ديالو في التوب لين وبدا الفولي ديالو على اكالي كيفوش الاولى و كيحيد لها شويه ديال الدم كيحيد لها ربع ديال الدم ديالها تقريبا هنا نعاودو ما هضرناش على الجانجلر لي جانجلر اللي دايرين ميرورين جارفان غادي يلعب توب سايد اللي بدا من توب سايد وغيساليه في البوت سايد ورامبل اللي بدا في البوت سايد ديالو باش يساليها في التوب سايد يعني الجانجلر غيكون نيفو 2 سير شي حاجه على اكزانو اكزانو جوستمون هنا كانت غتكون هيرو بليد حسن وانا فهاد النقطه هادي في ايرلي بليشر ايرلي كيل ولكن فالوس غادي يلعب على ليت جيم باش يقدر يماتشي لو في ديال ان جينكس كاينه في هاد لا جيم وغادي تكون هي لي بيركاري علاش هو ما يكونش بيركاري في هاد لا جيم انا بو انستون في الميد لين كنحاولوا نديروا ديسكين ميتش واتونسيون لي ديغال برايسي باسكو برايسي يقدر يموت في مومون راه سي ان رينيكتون شي مره راه كيلعب ديك ديغال نقدروا نشوفوا ان دايف كاع زعما الى طلع رينيكتون ليفل 3 نقدروا نشوفوا ان دايف على هاد اكالي هادي اللي فريمون لو اش بي
et les dégâts dans le mid lane qui vont pas toucher des shurikens. Shadow Walker qui arrive, il a justement contre ce matchup. Lucian champ mobile plus un ou l'autre exhaust. Il est vraiment très difficile de tuer. Zed, je pense qu'il va essayer de déléguer les Aksharia dans les rounds. Et là, les junglers, chacun a un patting. Un trade ou les skirtles. Et pendant ce temps-là, nous allons faire quelque chose à l'exam. Nous allons faire beaucoup d'HP. L'Ignite qui est proca. Et pendant ce temps-là, le Quenchel qui est son ou Jarvan Liquid, je pense هنا غادي نشوفوا ان دايف دبل دايف دبل دايف دبل دايف تاتر على نسيو على الدراي ستيل انا نحاولوا نستني وناخذوا الفيرست بلود بونص طلع في لابوت لين نحاولوا نديروا شي حاجه اللي بوتش ما عندوش بزاف ديغا لي اش بي او شوف هنا كياخذ الكيل كنشوفوا بان هاد لا جيم هذه ان جيم دو اون نيفو كنشوفوا مع رامبل كي دايفي في الطوب كيجي جارفان كي دايفي في البوت لين زعما ما شوفش فيرتيكال جانجل هوريزونتال جانجلينغ بلوتو لا 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 رامبل بدا في البوت وسالا في الطوب غير تعكس هاي تعكس ولكن على بارتي دو ميتون جو بونس كو بي فوغ سا باسكو مي لا شنو سميتو الفيرتيكال جانجلين هي ملي كتاخذ البوف ديالك والبوف اللي اون فاس ما كتمشيش كتاخذ البوف ديالك والبوف انمي هنا ماشي خدا البوف ديالو البوف انمي هنا غير خداو لي دوبل ديالو بيتيتر نشوفوه بيتيتر ابخي ديمو جو بونس باغا شكون من المصلحه ديال رامبل حقاش رامبل هنايا الا خلى جارفان غيدير معاه جانجل اوريزونتال غيخليه كيدير بريشر بزاف على جينكس ما غيخليهاش سكيلي وما غيخليش وغيعطي الفرصه فين ان فاروس يتفيد اكثر وهنا هنا فين غتوقع لا ديفيرونس في لي زاد سي فيو كان الكي باش تربح هاد الجيم هادي غتكون في فاروس وفي جينكس دونك جيكو غادي نمشيو ندورو على نرجعو في السايد ديالنا شوف كل واحد جو بونس كل جانجلر من ورا الباك غادي يعاود يرجع لي كومب ديالو داكشي اللي شفنا نيت رامبل ورا ما فول كليرا ودار دايف في التوب رجع الجولمز ديالو جارفان حتى هو فول كليرا ودار دايف في البوت غيرجع الجولمز ديالو ونقدروا نعاودوا نشوفوا انا رامبل غيعاود يبان في التوب ولا في الميد لين ولا ميم يدخل لا جانج ديال جارفان اللي جو بونس ما يلقى فيها ولا غتكون كليراج وجارفان حتى هو غادي يدير نفس الحاجه في هذا الباسينغ هذا غتكون جو بونس لافونتاج لجارفان بيسكو انه كاين اندريك وكاينه لا بوت لين اللي هي الوين كونديشن ديال لي تيم بجوج Et là, on va voir le freeze, les setups sont imperfects. Elle a de Bright Steel, elle a de Bright Steel aussi, elle a de dérouler un maximum de dégâts. Mais Akali, où est-ce qu'elle a des dégâts d'avant? Où est-ce qu'elle. Mais je suis assez, je pense qu'elle a pas qu'elle a pas qu'elle a pas qu'elle a des dégâts alors qu'elle a aucun item. Elle a Doran's Shield. Doran's Shield. Elle a des dégâts qui sont mais elle a des dégâts. Où est-ce qu'elle a des dégâts? Mais elle a des items. Où est-ce qu'elle a des dégâts? Mais je disais, justement, elle a des dégâts. Elle a des Bryce, elle a des Bryce, elle a des Flash, elle a des Ignite, elle a des maximum de dégâts sur Imperfect. Peut-être où le kill? Elle a des dégâts qui sont là. يهرب رامبل ولكن وان فور وان سي تري تري بون بوغ هاد برايت ستيل باسكو جارفان كياخذ لانفو جارفان كياخذ لانفو ان رامبل في الطوب ما عنده حتى شي كومب في الطوب اللي خاف عليه يعني غير غادي كليري السايد ديالو وي عنده جوج ديال لي شوا انه ياخذ دريك ولا يدير شي غونك في البوت لين فيو كو ان ليونا ما عندهاش فلاش انا جو بونس كو سي سورتو فيو كو رامبل باقي كيحاول ياخذ لو ماكسيموم دو بلاي نشوفوا شحال من بلاي غياخذ رامبل لو فيت ديال ان رامبل بان في الطوب لين وعارف بان عندهم عليه لانفو وهو عارف ان جارفان دابا كيدير في الدريك فقال اجي نغاطي واحد البلاي صغيره وناخذ كراب الو قول لي انت ان طونك جونغلر فهاد لا سيتواسيون Justement, si que Jarvan Rayer Drake, est-ce que tu as even les choses, les réticences ou une plate top line ou D'un côté, mais si even, il y a des stats de les Drake, overrated, avec les Drake Loulin, alors que les réticences montent en un. It's overrated. Ok, on a chopé peut-être chez kill, on a fait chez solo kill, pendant ce temps-là, on a chopé un autre fight. Ou la flotte plane. Et justement, la seule Jarvan qui se dirige vers la botlane, باش exécuter واحد دايف الفلاش ديال ليونا قريب يرجع خاصو يزرب يزرب دغيا ويضايفيو جو بونس داكشي اللي غادي يدير دابا غادي يمشي يفوت نايت كيتحط اكزور الفلاش اوت انا لي ديغا لا اكزان ويقدر له غيموت نحاولوا نقتلوا هذا اكزور اكزور اللي غيموت اوسي بولي البونيتشر كي تخوف وان في تو ليكزور وان اتش بي اي سي با سوفيزون كان ايفني جوستمون هاد لو هاد السكيرميش لو فلاش اوت من الفلاش ديال هو اللي كيمشي و لا ما غاديش يضايفي كنا صحاب اللي غادي يضايفي واش كتشوف هنا البونيشر شنو دار جوستمون مشاين حافظ ليميت ديال
الليميت ديال الليميت ديال الشامبيون ديالو، حافظ ان عرف انه غير فلاشي وغيضيع هيل وغيديك اتونسيون كيدير تشوز عندنا لوتيم عند اوفسات وفير اتونسيون وكنتمعوا الفلاش اوت لوتي اوت عند ادميرا نحاولوا نديروا شي كلكو ديكا نخليوه هاد فيرتشوز اللور ما كاينش واحد اللي يقدر يعتقنا يفوت دوج هاد الكيو هاد الاو لو اللي كيتنطم ادميرا ادميرا اللي كيفلاش اوت اللي كيفلاش اوت فلوتي وفيرتشوز اللي كيز دو كيل فهاد البوت لين سولو. نقدروا نقولوا هنايا هذا هو الفرق ما بين ان بون جانجلير وان اكسلون جانجلير اللي هو فيرتشوز. كنشوفوا هنا فيرتشوز شنو دار مع ولا سوغ شارج البروكال الباسيف ديال امبل مع فلاش حقاش عرف ان تما فين عنده الدمج تما فين غادي يقدر يقتلو ميم سي ان ميم فاروس واخا اولتا ما قدرش يحبسو وكيعاود يرجع ليه الكول داون ديال الاولتي وكيسرح الاولتي كيسرح الزربيه الفاروس هنايا. حنا شوف 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 كي انستا فلاشي باش يكمل الدمج ديالو يكمل البيرس ديالو الاولتي ديال فاروس ما غادي يقضي والو غادي تشيسيه الاولتي دابا كيرجع ليه اون كول داون غيفرش ليه الزربيه وغيقول ليه مرحبا بك عندي في المقبره ديالي. هنا كنشوفوا ان فاروس رامبل غادي على واحد ربعه ديال لي كيل 0-0 عنده واحد الشات داون ديال 400 رامبل ام في بي ديال الماتش في هذه الوقيته هذه. عرفت شكون اللي غيقول لك ام في بي دقيقه تسعود ام في بي ديال دقيقه تسعود ام في بي ديال دقيقه تسعود في هذا الموف كي دي بلوك جوستمون بزاف د الحوايج في هذا البوت لين كيخلي جوستمون لي البونيشر يرجع ان بو في الفارمينغ فيرتشوز بور مو تري 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 بون جان لا جو بونس قليل 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 اي انكور اون فوا لو دايف على لي البونيشر لا تي بي هنا من هدرين نيكتون يفوت شويه رابيدمون لي البونيشر قبل ما يجري نيكتون كنحطوا لا مارك ديت مارك هي تاخذ هاد لي البونيشر ديغيغ ما يفرفكش عاود بزاف تلقى لا ديز فيتاس لو شادو اوت بيتيت غنمشيو على لا امبيرفكت امبيرفكت لي امبيرفكت لي عنده فلاش باغي فلاش ثاني وقال شي واحد كيحرقوك كتحرقو يدو كتحرقو يدو شنو غادي يبغي يدير شنو غادي يبغي يدير ولتي ولي كيمشي لا ترو داي ترو دي بين بيرفكت بيتيت لو بونيت هو يقدر اللي غيموت ابغي هذيك سي توغال مي نو وان اتش بي شوف كنشوف هنا كنخدم هنا في التوب سايد غادي نمشيو على هادي اكالي ما غاديش نساليو الفايت ستار دوز جيمنج اللي خصهم يلقاو سوليسيون في القضيه ديال تي بي ال تي بي ال اللي كيلقاو ديما سوليسيون في ديغيغ برايت سيل فو دوج فو دوج وفا فيغ بيتيت غان دايف نمشيو على هادي كزانو برايت سيل اللي غيموت ضد فيرتشوز صافي يا رب مشى لك الصوت ديالك سي با فيني سي با فيني في الميز ديالنا نحاولوا نديروا شي حاجه كنت فاسد هو الكاري وفينال نو خليونا نتنفسوا لي زاكسيون غاديين كيتونشينا ويا انت هو كيونشيني كيونشيني الصوت ديالو هو جالس كينجح حتى هنايا يا ارتاح لك شويه عارف هاد الشيء كامل اللي طرا دابا مهايبي بزاف فيرتشيوز اللي كي دايفي وكياخذ لي راد قبل وكي دايفي وكيقتل اكالي وكيحط لي راد باش يسيكيوريتي ان و ما بين لاكسيون ديال امبيرفكت في البوت لين واللي كيهرب تقريبا بون اش بي وبدقه واحده قبل ما يتستنى. كنشوفوا هنا ان عندنا دي جوور من لو دو تيم اللي حافظين ليميت ديال ليميت ديال لي شامبيون ديالهم كل واحد عارف الشامبيون ديالو اش كيدير كل واحد عارف راسو شنو يقدر يدير بالضبط. داكشي علاش كنشوفوا بنادم كيدخل كيخرج بان اش بي كيقدر كيفاش كيفلاشي كيديكيل فاش هاد اللعيبات هادو هما اللي كتسماو ملي كتشوف ان شي كيكون عندك ان جوغ اللي يتمكن من الشامبيون ديالو وحافظو من جميع الجوانب. اي لايف فير اتونسيون وانس اجين بوغ هاد التيم ديال ستار دوز جيمنج اللي اللي يقدروا يربحوا شوف حتى حاجه ما سالات باقي لنا عندنا 3000 جولد ديال ليكار ماشي شي حاجه مشات لينا تي ان طوب ماشي شي حاجه زعما ماشي لا فان ديال لا جيم باقي نقدروا نشوفوا ماشي كومباك ميم باقي نقدروا نشوفوا ان ستار دوز يقدروا يرجعوا في الجيم عندهم ان دريك دابا جو بونس دريك غادي تسكيورا لعند فيرتشيوز وي ما كاينش كونتيست غادي تسكيورا عند فيرتشيوز هنا ستار دوز تيكي بينغيو البلو سايد ديال رامبل زعما خدا لينا دريك في اون موان تاكسي او لا اونكور اون فوا دي سي سي اللي كتحط عليه بيرفكت ني بيرفكت بيتيتر كي با مو اي سي هذا هو ديسبيتاس كي تسنى او لا 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 مشى على شادو والكر شادو والكر بيرفكت تراب واش غير هيتي الكيو ولا كيفلاش عليك وجاب كيو تما كون لوشن وهذا هو البرس اللي كنا كنهضروا عليه قبل اولشي ديال فاروس اولشي ديال بروم كي برو كي باسيف كي وان كي تشوان شوطا ميم رينيكتون كي تشوان شوطا هنايا يعني هذا الشيء هذا ميساج انه فيرتشوز 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 كما عنده 500 الجول تاع الشوت داون ما عندوش فلاش غنستوني وديغيير غنحطو الزونيا اكزون اوسي غنمشيو على فيرتشوز نحاولوا ناخذوا هذا الشوت داون الى الشوت داون كيفاش الديرال اي بوندون ستون لا غنشوفوا هاد لا دي سي كونتخ 10 فيتاس ما عندوش فلاش ديالو غنحاولوا نحطوها ماكسيموم دي ديكا ولكن ليكزوست دوزيام اكزوست كونتخ 10 فيتاس اللي كتحط ديغيغ اكزانو اللي غيحاول يقتل هاد ادميرال ادميرال اللي بتات غيموت ديغيغ اكزانو اللي كيسولو كيلي هاد لا دي سي او الدوج ديال اكزانو 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 اكزانو
ديغيغ نمشيو على هاد عثمان كلكو اش بي لهاد التيم تاع ستار دوست جيمنج بوندون كنشهد هو الكر فول لايف ما عندوش لي سام ما عندوش اكزوست وما عندوش كيبان لك كلشي هربان انا اش بي اش هاد الجيم امين شوف هادي هي الجيم اللي بغينا نشوفو من الصباح حنا كنتسناو في على هاد الجيم كلوز كلشي عارف كلشي كيلعب مزيان كلشي كيلعب التشامب ديالو مزيان كلشي حافظ ليميت ديال الشامبيون ديالو لي ديسيزيون اللي كيتخادو كيكونوا زينين من لي دو لي تيم بجوج كنشوفو هنا واحد فيرتشوز اللي كيقوم بواحد كيدير واحد البريستاسيون اللي رائع بزاف كما كنقولوا كان الله كي تما فداك سايد ستيب على بروم كيبوس انه كل ما كانش في الريفر فاش الريفر كاين واحد شويه الماف مايله شويه واخا كتقدر دوجي كتقدر يجيو فيك لي سكيل شوت اكثريه في الدخله في الانتريز ديال لا جانجل تما فيرتشوز وقيله تشوكا فاش شاف لولتي الكيو ديال بروم جات فيه هو خاوك كدار الدمج ديالو بروكا ستوب واتش ديالو ستوب واتش ديال بروم حتى هي مشات مات فيرتشوز جات ليونا قتلات فاروس ام في 1 كيعاود يشدها جارفا بلوتي المهم روينا نمشيو على ديزفيتاس اللي كيلقى جوستومون اون اوبورتونيتي باش يهرب من هاد لولتي ما بقاش لولتي ديالنا من عند ليونا ونا ستاتوس اللي باقيين مقاتلين باغيين تشوغ الاولى ديالهم باقي ما قدروش اقرب تشور قدروا ياخذوها هي ديال البوت لين اللي واحد لا تشوغ لي لو ميد جيم تقريبا ما قيوساش او توب لين جو بونس با حتى هي واش قيوسا زعما في لافونتاج في لي زوبجيكتيف وفي لا ماب هنايا عندنا افونتاج تي بي ال افونتاج تي بي ال في الجولد نعاود نفكروا انه غير 2000 في الجولد ماشي شي حاجه وافونتاج في الكيل في التي بي ال اتونسيون فلو في اتونسيون انا لولتي ديال ادميرال كي فايت خدوج من هاد باغات جيل فورس حسينا بها باسكو لو جيل فورس سيتي تري بيان تايمي مد عندي بونيشر اي سا سي لا ديفيرونس ما بين شي هنايا انا بون ادي سي بون ادي سي يعني اكسيلون عشان بون ادي سي هنا كان يقدر ياخذ كراكن ولكن هنايا عندنا بونيشر اللي عارف انا ما عندوش اسكيب ما عندوش موبيليتي فغادي يمشي على جيل فورس باش يدوجي وانا نمشي لعند ادميرال عنده الفلاش ديالو سيت فاسي اون فلاش اوت من هاد شحال من الشيء اللي اتونسيون لا تي بي في الميدان باغ كونت اتونسيون على اكالي اللي غادي يدخل على كل شيء واخا هكاك با بخوند بوكو ديكا امبيرفكت اللي غيتجمع بهاد لولتي تاع اوف سات وديري غادي نخرجو لولتي اللي ديكا اللي كيتحطو على ادميرال ولولتي ديال ليونا اللي كتسوني ثلاثه الناس وديري فيرتو ديك يبقى يحرق من هاد بلاد الشواط شنو هادشي سيان زاد اللي ما كانش في الفايت زاد اللي كان كيسبليتي شوالا شوف الاولى ديال ستاتوس جيمين بات ات وات كوست ايان ماتوا لي التيم ديالو كاملين بيرفكت اكزيكيوشن ديال التيم فايت من عند تي بي ال رامبل اللي كيانيسي بلولشي ديالو وكيكلوزي زعما راه نعاودو نشوفو هادشي لا اكزانو سي لا يبا فيغ ان بلاي انكرويابل اللي كتدخل على بلولشي شوف السوستين هنايا اللي ديال كنشوفو 3 3 بيرسون اللي غادي تستوناو بلولشي والفلاش ديال فيرتشوز اون بوينت باش غادي سيكيوري لي كيل زيد خدا لا تور ديال البوت الاولى ديال ستاردست ام في بي باتش اتواتكوست ولكن كنقدر نقول لك ام في بي وانا نمشيو على فيرتشوز يخدم بزاف ديال ديكا ولكن واخا كيكون السوستين ونا جوستومون لي ديكا اللي كيتحطو سور سو 10 فيتاس سو 10 فيتاس ريموت كان بروكيو دارك هارفيست اي فو فير اتونسيون باسكو دارك هارفيست لا رامبل ساشون كو عندو 11 تاع لي ستاكس جو بونس عندو لا 4 باسكو مات كان عندو 10 لي ستاك ولكن دابا عندو 4 نو كدوي كدوي على ديال الدارك سيل ما تفهمناش ماشي مشكل نعاودو نفكرو انه عنده 4 لي ستاك في الدارك سيل و زونيا دارك نايت هارفستر شحال من جولد اوبسيون بوفوار لي جولد اي اندو لا 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 كارنو لي جولد عندنا 700 جولد ديكار في توب لين لصالح امبرفكت 4000 جولد ديال لي كار 3300 بي بريسيزامون ديال بريسيزامون ديال لي كار عند رامبل لوشن و زيد اللي بيناتهم 300 جولد ديال لي كار و بيد مسارات الانيماسيون ديال كلاود دريك اللي كيمشي لصالح ستاردست كنشوفوا ان لي زادي سي لا دي سي هنا اللين الوحيده اللي رابحه في الجولد هي لا لا دي فيتاس كيمشي على شادو ديالو اونكور اون فوا ليكزوست التمره الثانيه كيتحط ليكزوست على هاد على 18 لو فلاش اوت مي اوسي لو فلاش من شادو وورك بور بوزيسيونمون
ديز ما كنقولوا كان هادشي متوقع غادي يطرى من الاول ديال الجيم. قلت لك زعما صعيب 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 على زيد يقشل لوشن. انا كنت كنفضل انه تكون الطارجت ديالو هنايا في هاد الجيم هادي جينكس، ولكن جينكس يلعب باكزوست وعندك جيل فورس، لوشن عنده الداش ديالو جيل فورس اللي كيخليه يدوج كاع على الشريكان، زائد لولشي ديال زائد اكزوست ديالو اللي كتنقص الديكا ديال لولشي ديال زيد كامل ب 40%. اوف سيت سيرا انسان سيرا دونك اوف سيت اي 18 اي ادميرال اللي كانوا جوستمون اليوم عطاو ان بو ان انسايت بار رابور على لو جيم كونتر تي بي ال. دونك كانوا بغاو يلعبوا هذا الجيم، كانوا غيعطيو ماكسيموم ديالهم كونتر هذا الجيم، اي كيعطيو الماكسيموم واخا كنشوفوا 5-6 جول دو ديفيرونس في هذا الجيم على مونتاج افيك تي بي ال. امبيرفكت اللي كان قال في انترفيو ك الجيم الفرقه اللي بغى يشوف في البلاي اوفز اللي بغى يلعب هي ستادوس، باسكو فرقه جديده يو فينال كيشوفهم جوست افون لي بلاي اوفز بيتيتر. ولكن المهم هاد الجيم هادي كانت فريمون فريمون غادا كلوز. دابا غادي لي كارو كيتخفز شويه ولينا في 6 جولد ديال لا ديفيرونس. كنشوفوا ان ولات هيوج ديف ما بين حتى لي لينون سولو، كنشوفوا رينيكتون اللي شفناه فيت اكاليب 700 ديال الجولد راه باللي فيت 3000. يلاه زيد يلاه كيكمل زيد لا اتون زيد اللي كياخد برولوسكلو، مي انا جو فيغ سورتو برولوسكلو من كوتي عند زيد و ان فاس عندك شيلد بو على لوسيان اللي كيحط عليه اكزوست. واخا ربح زعما واخا ربح اللين وزعما هو مرتاح ما خيد لا جيل فورس لا والو، مشى على شيلد بو ولا ارمور ديكو غادي يمشي على توز دارمور على لعبها سيف. واخا كيربح لي زان في ان ديالو كونتر زيد، واخا باغي يكون زعما باغي سيكيوري لو فيت ديال ان زيد عمرو ما يقتل. Je pense que c'est le meilleur du game. Oh, les gars, c'est un perfect chien à l'ulti. La marque de résistance pour qu'il y ait quelques peu. Ou les 15 vitesses qui est dans la tournoi pendant ce temps-là. La l'ulti, c'est un peu l'équipe de la bête. Et là, on a tous les dégâts. Dépendant ce temps-là, Virtue direct l'admiral. Les dégâts aussi, c'est Shadow Walker. Mais on a offset qui va se mettre cette nes. Pendant ce temps-là, Bright Seal. Bright Seal qui a ouvert les dégâts. Mais c'est pas suffisant parce que TBL, Kirfroid, Teamfight, notre Stardust Gaming. Ou Rayer Doured, normalement, Rayer Doured, le baron. Teamfight, c'est des traces où il y a le fétiche. Il y a le player. Il y a team ennemi. Il fight you. معاك في زنقه مضيقه ما غير كتورك على لوشي كتسرحو كدير طون اوف دامج على كاع التيم وزائد سلاو زائد هادشي اللي شفنا دابا الريزولتا ديالو هو انك تقشل التيم انمي كامله كتموت. اربعه ديال لي بلاير اللي ماتوا فور زيرو لصالح تبع لوشي دير بالواتش وافسيت كيحاول يتمبوليزي ان ماكسيموم كيجمع بنادم في الولتي ديالو بوندون سلا بريتي غيتسنى مي لي ديغا انا ماشي سوفيزون. شوف لوشي هاد التيم فايت هادي كان ساسيج في البوت لين. اتونسيون عاوتاني رامبل انا نمشي نكملوا على كيكزانو لو كيو كنستني ادميرال بوندون سلا لي ديغا اللي كتحطو من هاد الفيرتيوز اللي كيفلاش ان على التيم تاع ستادوس جيمنج. لي ديغا اللي كتحطو وكنتبعو دوبل كيل من هاد الفيرتيوز اللي غيبغي يكمل الجيم كونتر ستادوس جيمنج. ناخذوا لي نيب ونورمالمون سوا غنكملوا وانفورسيو باش نتساليو الجيم قبل من دقيقه 25 سوا غادي ندورو على هاد البارون. واش غيساليو الجيم ايان واش غادي يساليو الجيم؟ عندهم مليون واحد اللي كيطونكي عليهم لا شوغ. جو بونس او مو غادي ياخذوا توغ وحده ولا لا. جو بونس كو سا كونتينيو سا كونتينيو بغا يمشيو غيمشي على ديز فيتاس اللي كتحط جوستومون على شادو ولكر لي ديكا اي اون فا كونتينيو نديرو على اكزور ونبقاو نحرقو فيه الشواطه. C'est ça? Ouais, je vois pas. Ok, monsieur. كنمشيو على اللي كنشوفوا الزربيه اللي كتزقل ديال فيرتيوز اللي كيسرحها ولكن ما كيسرحش الزربيه القاده. او التراب على بريسي اللي كاع ثاني اوكي هنا كيهرسوا لا شوغ الثانيه ديال نيكسوس او كيبوليو موست لا باس ديالهم وعندهم بوسيبيليتي يساليو ديال يقتلوهم كاملين. تي بي ال ماستر بيس من عند تي بي ال هاد جيم كانت غادا كلوز الجيم ولكن في الاخر لي كار كيتشكروزا او تي بي ال جو بونس داكشي اللي عزيز عليك ايان كيعرفوا يساليو الجيم دغيا. On veut juste le voyez TBL li pour l'instant seed one et je pense qu'on seed one Retiello en tant que seed one bien mérité bien mérité parce que performance Faitin le team Tania deux wins sachant qu'il reste que trois games le team Fraqi et que TBL donne normalement 1-1 contre Sadus ils ont gagné en finale et دابا TBL كترجع الوين c'est fini TBL qui est officiellement réqualifié en seed one. On a de la compétition pour les playoffs. Je pense bien mérité. Bien mérité, quand je fais des choses. Mais la chose que je voulais dire, c'est que photo de profil, j'ai l'air de te dire. Ah, si, je pense. Salut sur les réseaux sociaux. Alors, une photo de profil, je voulais dire que tu as fait le gâchis.
كثر في الكاشي ما كنعرفش علاش كنش هضر وما كنعرفكش انا اصلا نقدر نهضر على كثر في الكاشي ما كثر في الكاشي كثر في الكاشي كنعرفوش كنعرفوش كثر في الكاشي سي دوماج سي دوماج كنتي تعرفو مزيان فهاد لاب جابو حتى واحد حتى واحد ما كان ما سمعوناش ما سمعوناش الوغ جوستمون اون بيتيت اكسبليكاسيون اون افي واحد لو بيتي باري او ديجا تي بي ال غير ربحو كنا بارينا بنجافي باري كو تي بي ال غير ربحو اي او فينال تبدل الفوتو بروفيل ديال واتساب صافي ديال واتساب سي با غاف واتساب سي با غاف مع الخدمه كيفاش العائله حتى يسولوا ياك انا عطيتك النيره ديال الزك الماء anyway الجيم اللي كتربح حتى تي بي ال كي تكاليفيا اون طون كو بروميير سيت فهاد الكومبيتيسيون فهاد السيزون الاولى ديال اورانج اي سبورت تشامبيونز جي جي التي بي ال دايور ما كانوش غيكونوا يو فينال كيربحوا هذا الجيم كيساليوا لو بلو رابيدمون بوسيبل نعاودوا نفكروا الفيورز ان تي بي ال عندهم لوز وحده في هاد لا ليغ كامله كانت ضد ستاردست دابا رجعوا للريفينج ديالهم يعني ما بقاتش شي واحد كيتسالهم شي حاجه ربحوا كاع لي تيم جي جي ليهم جي جي ليهم اي جي جي ستاردست جيمينغ كيو فين تري بون جيم لي فريمون كانوا لاعبين مزيان شوف كنت لاحظوا الاكزوست على 10 فيتاس لا ماشي ماشي 10 فيتاس اوكان ديغا اكالي اوكان ديغا وعندك دوز اساسان ما كيديروا اوكان ديغا زعما انا كما تفرجت في الجيم وجبونس كامل يتفرج فيرتشيوز كان هو الكي بلاير هو الكي بلاير اللي قلب شامبولا لا جيم كامله دار البريشر ديالو في الطوب دار البريشر ديالو في الطوب دايفا اكالي مره الاولى دايفا ام في بي عاوتاني ام في بي 5ام ام في بي ديالو دابا ولا سيكون بيان ميريتي بيان ميريتي مي ميريتي حتى شي واحد في التيم ديال تي بي لوش لعب مزيان البوت لين لعبوا مزيان جانج شنو سميتو امبيرفكت لعب مزيان ولكن هادشي كامل بالمساعده ديال الان في بي ديالنا اللي هو فيرتشيوز ب 85% ديال كيبارتيسيبيشن كان ايفريوير كان كيدير كلشي لوتي ديالو كتلقاه مسرح في كاع لي تيم فايت كان كيف لي دايف في الطوب كيجي يهبط في لي دايف في البوت كان واحد الوقيته كي بحال كتيليبورتا كتشوفو فايت في الطوب كتعاود تنوض فايت حدا دريك كتلقاه في دريك مسرح لوتي ديالو اي في بي ويل ديزيرف دابا واش دابا فيرتشيوز عنده اكثر من ام في بي كانيون هاد السيزون جو بونس ان فيرتشيوز احسن من كانيون هاد السيزون ماشي بغيتي تقول ماشي بغيت نقول لك تشالنجر اي دي كي تشالنجر جانجلر واش هو فيرتشيوز راه تشالنجر جانجلر خصنا نكبروا المنتوج المغربي فيرتشيوز الصديق ديالنا اللي كان تشالنجر في الاول ديال السيزون كما كنشوفوا لي ستات كانت دوميناسيون دونك كيبقى كيبقى في الهاي ايلو كيبقى كيلعب مع الي سي بلايرز بوندون كو لوي كيلعب مع الي سي بلايرز وكيربح هاد الجيم حنا نتلاقاو بوغ ان ديبريف مع جيت كون و فروزن من هنا موان دو 5 مينوت سا امبروف كوتي شنو سميتو ترانزيسيون اه خويا فريمون لي ترانزيسيون كي اي نتلاقاو من هنا فاي بي زعما لا ليغ زعما في الاول ديال لا ليغ ودابا لي ترانزيسيون خدم فيهم مزيان ماشي كلشي ماشي غير الفرق اللي كيمبروفي حتى انت امبروفيتي معاهم لا من غير الاخر ديال لا ليغ ميرسي سافي انورمون بليزير لي تروك عندي لي لارم او زيو ميرسي بوكو تلاقاو من هنا 5 مينوت افيك جيت كون و فروزن بوغ واحد لو ديبريف اي سا فا ايتر تري انتريسون لحقاش 3 جيم لي كانو انتريسونت و سورتو 3 فيكتوار اي ان بو اكسبكتد سوف بوغ لا ديرنيير لي دو بروميير جيم كانو نو با اكسبكتد با اكسبكتد لا لي دو بروميير جيم كانو نقدروا نقولوا اكسبكتد هاد لا ثروزيام جيم هادي كانت سو 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 كلوز لدرجه انه ما كناش حتى لواحد مينوت 10 ما كناش عارفين شكون اللي غادي يربح او واحد الغيشه تاع بي ال وما يقلبوا الجيم كامله وخداو لافونتاج و كنشوفوا النتيجه اللي قدامنا وانتقوا من هنا 5 مينوت اتو تاريخ